انما يصلح او لا يصلح دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي، وصعب ان هي تتقال من ناس بيبقوا محللين، واللي بيشتغل منهم مدرب، واللي كان لاعب سابق، واللي كان لاعب دولي. ما ده اللي يجننك، عارف؟ لو واحد، معلش الكلمه دي بتضايق الناس، بس لو واحد ما لبسش شورت وفانيلا اقول لك ماشي، ما عندوش مشكله، ممكن يقول لانه اكاديمي فممكن يقول يعني، او 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 باني خبراته كلها على ثقافه المشاهده. ما الثقافة كذا ثقافة وكذا نوع، في ثقافة التجربة، في ثقافة المشاهدة، في ثقافة، في مليون حاجة، ممكن أعدلك مليون حاجة. إنما في ناس بنية تحليلها وأراها على كل حاجة إن هو اتفرج بس، هو بيتفرج بس. إنما تيجي تقول له طب انزل يا باشا اعمل لي تحركات لطريقة 4-4-2، هو أصلا المشكلة إن في ناس تطلع تقول لك الكابتن النهاردة مثلا جريده لعب بخطة 4-2-3-1. لعب ايه يا باشا؟ يقول لك لعب بخطة 4-2-3-1. في ناس بتقول كده، اه والله في ناس محللين بيطلعوا يقولوا كده. خطة 4-2-3-1 اصلا مفيش حاجة اسمها خطة. الخطة هي خطة دفاعية او هجومية، انما الطريقة هي دي الارقام، الطريقة هي طريقة الارقام. فتلاقي ناس طالعة اصلا مش عارفة الفرق ما بين الطريقة والخطة. فاللي طالعة مش ما عندوش فكرة عن الطريقة والخطة، او ايه الفرق ما بين الطريقة والخطة، ده اصلا ما تقعدش تسمع له. يعني ده اصلا خلاص تعرف بقى انت ايه، اكس كبيره كده وسلام عليكم، انت كل اللي هتقوله بعد كده ده يعني في طي النسيان، لانك انت اصلا البدايه وحشه.